في الحقيقة مصر دايما لها دور كبير ورائد جدا في عدد من المجالات على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم. لو اتكلمنا عن الدور الإنساني بس اللي بتلعبه مصر فهنلاقي ملفات كتير جدا. على سبيل المثال ملف ذوي الهمم اللي مصر عملت فيه دور كبير، ملف أصحاب المعاشات اللي عملت فيه دور كبير، ومش هنخلص لأن في كتير جدا من النقاط اللي الدولة المصرية إنسانيا دخلت فيها. العادي إن احنا نتكلم عن إشادات في الداخل من قبل صحفيين مصريين من قبل مؤسسات مصرية، ولكن لما نتكلم عن إشادات من مؤسسات دولية وأممية فده اللي مش عادي، ده اللي بيؤكد وبيبرز الجهود الكبيرة اللي بتبذلها الدولة المصرية في مجال الدعم الإنساني أو في مجال العلاقات الإنسانية. أكيد إحنا شفنا في الفترة الأخيرة مصر قد إيه خدت إشادات واسعة من الأمم المتحدة بفضل دبلوماسيتها الفعالة وقدرتها على التعامل مع القضايا الإقليمية. من ضمن الإشادات تصريحات الدكتورة حنان حمدان مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اللي أثنت على سخاء مصر في استقبال اللاجئين، وده طبعا بيمثل شهادة حية على الجهود الكبيرة اللي بتبذلها مصر. الدولة المصرية في ملف اللاجئين ملف مهم جدا حقيقي. كل دول العالم بتعمل مخيمات وانت عارفه الكلام ده كويس يا منى. مصر بتستقبل اللاجئين بياخدوا الدعم زيهم زي الناس التانية، بيعيشوا وسطنا، بياكلوا زينا، مفيش تطعيمات للاطفال، مدارس الحكوميه بيلتحقوا بيها والمدارس الرسميه، كل ما بيمشي علينا بيمشي عليهم في الحقوق. بالظبط كده، ويمكن احنا بنشوف ده ومن ناحيتنا لازم يعني مش نتكلم بس ان مصر انسانيا دخلت في هذا في اشادات دوليه اتكلمت في دي، لكن خلينا نقول ان مصر ايضا يعني على سبيل المثال الحصر تصدرت قائمه اكثر 10 دول افريقيه تاثيرا بالقوى الناعمه في عام 2024، وده حسب تقرير براند فاينانس، وده تقرير مهم جدا بيوضح الدور البارز للدوله المصريه في مجالات كتير زي مجال الثقافة، زي مجال الفنون، زي مجال التعليم وتأثيرهم الإيجابي على الساحة الدولية. وكمان تقرير منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط اللي أشاد بالجهود المصرية في مساعدتها ومساعيها لوقف العدوان على قطاع غزة وتحقيق السلام. إذن إحنا عندنا ملفات كتير جدا، إشادات دولية وأممية، وخصوصا فيما يتعلق كمان يا منا بموضوع القوى الناعمة، مهرجان العالمين مثلا يوضح هذا الأمر. أكيد يعني طبعا مصر ملتزمة جدا بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. كمان النهاردة هنتناول بقى بالتفصيل إزاي مصر بتسعى لتحقيق أهدافها في مجال الدبلوماسية والسلام، وإزاي بتأثر بشكل إيجابي على المستوى الإقليمي والعالمي. هنكون موجودين معاكم النهاردة على مدار 3 ساعات. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، صباح الخير يا مصر.